لديك محمد بعض الأمثلة، مثلا من على صفحتنا على فيسبوك يقول أبو سارة: كل من لا يوافق رأي النظام السياسي هو تكفيري. على نفس الصفحة يقول عمرو مسعود: التكفيريون مصطلح ابتكره قادة الجيوش لتبرير اغتصابهم لسلطة البلاد وإعطاء مبرر لقتل من يعارضون حكمهم. أحمد سليمان له رأي آخر يقول فيه: التكفيريون هم السلفية الجهادية وهم من إخراج السعودية وتدريب أمريكا. مشاركة أخرى من عصام البرنس يقول فيها: حكامنا جعلونا تكفيريين، فحين لا تجد قوت يومك تكون تكفيريا، وحين تعتقل وتعذب بسبب تدينك تكون تكفيريا. أما خديجة عبد الشكور فتقول: التكفيريون هم أي جماعة ترى أن الله لم يهدي غيرها وأنها هي الوحيدة على الحق وغيرهم على الضلال. على صفحة شارك برأيك يقول محمد عزب: التكفيريون متطرفون دينيا، يرون أن المجتمع جاهلي وكافر، ومن ثم يستحلون دماء الناس وأموالهم بغير حق، وهذه الظاهرة هي من سمات التخلف والانحطاط الفكري. تغريدة من على صفحتنا على موقع تويتر لمحمد النعيمي تقول: التكفيريون هم مجموعات أساءت فهم الدين، وهي عادة ليس لديها أي قدر من الثقافة وذات فكر مرتبك. نعم حازم، في رأي المشاركين ما أسباب انتشار هذه الدعاوى والاتجاهات ورؤيتهم لأثرها على المجتمع؟ أسباب كثيرة ذكرها المشاركون محمد، من أبرزها غياب الوعي الديني والثقافي واستخدام الدين من قبل بعض الشيوخ والدعاة لخدمة أهداف سياسية. من بين انتشار الخطاب التكفيري أيضا بحسب المشاركين ظلم بعض الحكام وغياب الأمن وانتشار الفوضى. فمثلا يقول نادر في مشاركته: وجود التربة الخصبة للشر والخراب مع دعم بعض الدول الكبرى وتمويل بعض الدول النفطية إضافة إلى غياب الوعي والتثقيف هي أسباب هذه الظاهرة. محمد التبة يقول في مشاركة أخرى: الفتاوى التكفيرية ناتجة عن الفهم الناقص للدين الإسلامي واستغلالها من بعض القوى كنوع من أنواع الإقصاء لقوى أخرى منافسة لها سياسيا. فضل القباطي يقول: أسباب انتشار هذه الدعاوى هي غياب الديمقراطية وتجهيل الشعوب. أما عن أثر الدعاوى على المجتمع يقول خيرة حماد: بسبب دعاوى التكفير هذه يقع الشباب فريسة لها، حيث يتم استقطابه بسبب البطالة والجهل والفساد ومبدأ الجهاد في سبيل الله وتغيير المنكر. علي الزناتي تحدث أيضا على التأثير السلبي لدعاوى التكفير على الشباب قائلا: هذه الدعاوى تزج بالشباب إلى الهلاك في الدنيا والآخرة بسبب ممارسة أعمال إرهابية تحت مسمى الجهاد الإسلامي، لكنهم في الحقيقة ينفذون أجندة استعمارية. حازم، كيف يمكن القضاء على هذه الدعاوى والاتجاهات التكفيرية على الأقل وفقا للمقترحات التي عرضها المشاركون لديك؟ بالفعل محمد، هناك بعض المقترحات تركز معظمها حول فكرة الحوار الديني والتوعية الصحيحة، وشيء الأهم كما ذكر البعض هو ابتعاد علماء الدين عن السياسة وأن يكونوا على مسافة واحدة من القضايا السياسية في بلادهم وألا يقفوا مع فصيل ضد فصيل آخر، وأخيرا أن يكون الخطاب الديني في المساجد والكنائس بعيدا عن التعصب والتشدد. إليك يا حازم، شكرا جزيلا على هذه الإفادات. قد نعود إليك قبل نهاية البرنامج لمزيد من الإيضاحات حول حوارنا الإلكتروني. الآن نضم لهذا النقاش عبر الأقمار الاصطناعية من عمان دكتور محمد أبو رمان، الكاتب المتخصص في شؤون الجماعات الإسلامية. مرحبا بك معنا دكتور محمد. حقيقة أهلا بك. حقيقة يعني ونحن نحاول أن نبحث أسباب انتشار هذه الدعوات، استلفتني في أحد المشاركين معنا عبر صفحاتنا الإلكترونية عرضها كما عرضها زميلي حازم، مشارك قال: حين لا تجد قوت يومك تكون تكفيرياً. هل يمكن القول إذن على ضوء هذا الرأي أن الفكر التكفيري هو فكر احتجاجي، احتجاج على أوضاع اقتصادية معينة، على أوضاع سياسية واستبداد معين مثلا برأيك؟ في جزء منه هذا صحيح. الحركات الراديكالية الإسلامية التي جزء رئيسي من أيديولوجيتها تكفير الحكومات والحكام هي حركات ذات طابع احتجاجي. أي نعم، ليست كالاحتجاجات العربية التي ظهرت في الربيع العربي ومختلفة تماما عنها، لكنها عادة تنمو وتنتشر في أوساط الفقر والحرمان الاجتماعي والبطالة والشعور بغياب العدالة الاجتماعية. في مثل هذه الأوضاع والظروف والشروط تكون الأفكار الراديكالية أكثر قبولا لدى فئات الشباب وفئات المهمشين في المجتمع، ويمكن ملاحظة هذه الظاهرة في العديد من الدول التي تنتشر فيها الأفكار
الراديكالية الإسلامية من ضمنها التكفير والتطرف والعنف الإسلامي، سواء في العشوائيات في المغرب، في مصر، مناطق الفقر في الأردن، وهكذا دواليك. إذا هنالك رابط حقيقي وموضوعي بين الظروف الاقتصادية والاجتماعية وانتشار الأفكار الراديكالية في العالم العربي. نعم. طيب يا دكتور محمد، خلينا برضو نشرك في حوارنا مزيد من المتصلين. نستقبل المكالمة من تامر وديع الذي يتصل بنا من مصر. تامر، هل تتفق مع ما طرحه الدكتور محمد من أن الأوضاع السياسية التي تتسم ربما بالاستبداد وأيضا الأوضاع الاقتصادية تشكل يعني أو تهيئ مناخا وأرضية خصبة لتنامي الفكر التكفير؟ لا، الحقيقة أنا مش أولا برحب بحضرتك وبرحب بسيادة الضيوف اللي شاركوا واللي لسه هيشاركوا. الحقيقة أنا مش شايف إن القضية دي اقتصادية، قضية وعي. إنه الثقافة اللي موجودة في الشعب العربية وبالذات في مناطق الربيع العربي كانت مؤهلة إنه الناس اللي تحب تسيطر على شعوب تجد إنه فكرة الدين والتكفير هو الأسلوب الأمثل للسيطرة على الناس وتوجيههم وحشدهم بالشكل اللي يخدم مصالحهم السياسية. فالناس دي انا بقول كده على ما يسمى بالتيارات المتاسلمه، ما بحبش استخدم فكره التيارات الاسلاميه لانه الاسلام براء من الناس دول. التيارات المتاسلمه دي لقيت ان ده الحل الامثل، ان انا اقدر اكفر واحد او اهدده او اخوفه بالجنه والنار، وبالتالي اقدر ان انا اكون بتحكم في صوته واتحكم في رايه واتحكم في يعني كما لو كان يعني انسان آلي. طيب. وشفنا ده كتير في ايام الانتخابات وايام الاستفتاءات ووعود بالجنه وتهديدات بالنار لمن يخالف تلك التوجيهات. فهي مش قضيه اقتصاد بقدر ما هي قضيه وعي زي ما انت قلت يا تامر. خلينا نحصل على مداخله ايضا من باهي غيث الذي يتصل بنا من كندا. باهي، انت ليبي تعيش في كندا، كيف تحكم على الاتجاهات التكفيريه الان في العالم العربي خاصه من خلال تجربه بلدك انت ليبيا؟ نعم سيدي الكريم، فقر مقطع، بنية تحتية منهارة، اقتصاد منهار، الشباب يبحث عن الزواج، يعني الشباب يبحث عن المساكن عوضا عن التنمية واتجاه إلى التعليم والتطور، تقوية اقتصاد الدول أو خاصة في دول ثورات الربيع العربي نجد من تجهودها عوضا عن اتجاه إلى التنمية وإلى التعليم لتطوير النفس والذات والبلد، نجدهم يتجهون إلى التكفير وإلى الذبح وإلى التفجير والاغتيالات تحت مبررات ومسمية الطهود. نعم. لا يفوتنا، ولكن لا يفوتنا أن من أسباب انتشار دعوة التكفير في العالم العربي أيضا هو موضوع قديم وجديد، ولكن الآن يدور في فلك مخابرات دول تريد إفشال ما يسمى بثورات الربيع العربي، تتقاطع مصالحها مع القادة الذي يعني في وجهة نظري أراه متخفين. نعم. وراء الستار. نعم. يعني يقودوا شباب صغير سن، حديث يعني صغير سن، لديهم من الحماسة، لديهم من الغيرة على الإسلام، يستغلون استغلال خاطئ جدا، يعني تحت مبررات أنهم يحاربون الطغوط وأن يعني نظرية المؤامرة واستغلال استغلال قلة الوعي أيضا يا باهي، ربما أشار إليها أيضا المتصل من مصر، ونحصل على تعقيب من الدكتور محمد أبو رمان. يعني المتصل أو المتصلان يعني اتفقا جزئيا معك في مسألة الظروف الاقتصادية والسياسية وتأثيرها، لكن ذكر المتصل من مصر قضية الوعي، وهي تفتح الباب لسؤال من المسؤول يعني عن صياغة وتحديد الخطاب الديني. هل المؤسسات الدينية الرسمية كما أريد أيضا يلوم البعض، أم ربما هناك عناصر أخرى، خاصة أن من إذا جاز لنا التعبير يلعب في هذه الساحة، ساحة الخطاب الديني، ليس فقط في العالم العربي مؤسسات دينية رسمية، هناك تيارات أيضا، هناك السلفيون، هناك يعني جمعيات دينية أخرى تعمل في الساحة، فمن المسؤول بوضوح يا دكتور محمد عن هذه النقطة؟ هم يتفقون معي جزئيا، أنا أتفق معهم كليا. أنا لا أقصر أسباب انتشار وتوسع الفكر الراديكالي إلى الظروف الاقتصادية والاجتماعية أو إلى شروط الاستبداد والانسداد السياسي، هذه عوامل تدفع وتشجع وتعزز مثل هذه الأفكار، لكن بالضرورة هنالك هذه، نحن نتحدث عن قضية قديمة جديدة، قضية التكفير وقضية العنف والتطرف موجودة منبثقة من التاريخ الإسلامي، الخبرة العربية الإسلامية خبرة فيها حضور واضح لمثل هذه الاتجاهات والأفكار، لكن ما نتحدث عنه تحديدا هنا أيهم يعني وجود المناخ السياسي
الذي يتمتع بالحرية والديمقراطية والانفتاح والقدرة وقدرة الفكر المعتدل المتزن المستنير على الانتشار وعلى مقارعة الحجة بالحجة. مثل هذا المناخ هو الذي يحجم ويقلص أفكار التكفير والتطرف ويضع حدا لها. والعكس صحيح، وجود مناخ من الانسداد السياسي وعدم وجود أنظمة ديمقراطية، عدم وجود برلمانات، عدم وجود حرية تعبير، إغلاق الطريق على التيار المعتدل، سد الطرق على التيارات الإصلاحية، كل هذا يعزز من الخطاب الذي يقول لا حل إلا بالعنف، لا حل إلا بالتكفير في مواجهة هذه الظروف. هذه هي الفرضية الرئيسية التي نتحدث عنها دوما عندما نتحدث عن انتشار الفكر التطرف أو التكفير أو العنف الإسلامي في أغلب الدول العربية في اللحظة التاريخية الراهنة. نعم دكتور محمد بدأ، خلينا نشاهد مزيد من المداخلات عبر عينات جمعناها هذه المرة من العاصمة الأردنية عمان، نقطة حوار استطلاع بعض الأراء هناك أيضا حول مسألة التكفير وكيفية التعامل معها، لنستمع ونشاهد. والله التكفيرين هم لا يمتوا للإسلام، والإسلام منهم بريء، وهم يعني خارجين عن الملة أكيد، يعني التكفيريين هم لا يمتوا للإسلام بصلاة، خارجين عن الدين الإسلامي، ودين الإسلامي منهم بريء. اولا التكفيريين هذول انا باعتقادي او باعتبار هاي انه هذول ضد الإسلام وضد مبدأ الإسلام، هذول بحاربوا الإسلام بشكل كبير. احنا هنا دين الإسلام دين محبة ودين تسامح ودين أخوة، اما التكفيريين ضد هالمبادئ هاي. فيجب على كل مسلم راشد وعاقل انه يبعد عنهم أو يحاول إنه يعني ما يتبع المذاهب تاعيتهم، لأنه في عندنا أكثر من مذهب في الإسلام، والإسلام بعيد كل البعد عن التكفير. ما يرد الواحد عليهم، الواحد الإيش اللي بيأمن فيه هو يرد عليه وخلاص، يبعد عنهم وهو عارف حاله إيش بيأمن، خلاص يعني يبعد عنهم بس، وهو بيعرف شو بيأمن في إيش وخلاص. التكفيريين لهم جمال، لهم عادات ولهم معتقدات، هم صنعوها وهم سووها وهم بيأمنوا فيها لحالهم. الناس التانيين اللي بيعرفوا الله وبيخافوه وبيعرفوا الدين الإسلامي وبيعرفوا الشريعة الإسلامية وبيعرفوا كيف يرضي رب العالمين، ما لازم يردوا عليهم ولا لازم يعملوا أي إشي من معتقداتهم أو أي إشي بيحكوا. في البداية بعتقد إنه ما في شخص يمكن بيمتلك سكوك غفران لحتى هو إنه يكفر الناس. حرية الاعتقاد والحرية الدينية هي ربنا سبحانه وتعالى كفلنا إياها في القرآن الكريم وفي جميع الأديان. من حق كل شخص إنه هو يمتلك الديانة اللي هو بشعر نفسه إنه هو يمكن هي الديانة هاي أكثر بتناسبه، وأعتقد يمكن مش من حق أي شخص إنه هو يكفر الناس التانيين. كيفية التعامل معهم، يمكن بالأردن إحنا بالبلد اللي إحنا موجودين فيها أقلاء موجودين هدول الأشخاص، ولكن أعتقد يمكن هنا موجودين أكثر في بلاد الشام وفي منطقة في مصر كمان. يعني كما استمعنا جزء من المشاركين يعني يصورون التكفيرين كأنهم في جزيرة معزولة، لهم أفكارهم ومعتقداتهم كما قال أحد المشاركين، ويعني إحدى المشاركات قالت يعني الحل نبعد عنهم، نبتعد عنهم ويعني نتركهم لحالهم. لكن هل هذا هو الحل لمواجهة هذا الفكر؟ هو ما سأسأل عنه أبو يوسف الذي يتصل بنا من السعودية. أبو يوسف، يعني هل في ظل كل هذا الخضم والكم من الفتاوى ودعوات التكفير من كل الاتجاهات، هل الحل في التجاهل؟ ألو، مرحبا بك يا أبو يوسف، هل أنت معنا؟ مساء الخير أخي الكريم. مساء النور. كنت أسألك يعني في ظل كل هذا الزخم من الفتاوى التكفيرية ودعوات التكفير، هل الحل هو التجاهل فقط؟ هل يحل هذا المشكلة كما قالت إحدى المشاركات؟ لا أبدا يا أخي الكريم. أنا أعتقد أن على علماء الأمة الإسلامية وخاصة علماء الشريعة الإسلامية واجب كبير في إيضاح هذه الظاهرة السيئة، وكذلك على خطباء المساجد والوعاظ بيان خطورة ظاهرة التكفير. مسألة التكفير يعني ظل فيها في هذا الزمن أقدام وظل فيها أقدام، والحكم على إنسان معين بالكبر أمر عظيم، يعني الأمر ليس بالسهل. فأنا أظن أن يعني
علماء الشريعة، خطباء المساجد، أئمة المساجد، وزارات التربية والتعليم هي مسؤولة في محاربة هذه الظاهرة. طب يا أبو يوسف، ما هو جزء من هؤلاء، جزء من هؤلاء الذين تتحدث عنهم من العلماء وعلماء كبار وأجلاء وأسماء كبيرة، لهم فتاوى يعني تحض على التكفير أو توصم البعض بالكفر. شوف يا أخي الكريم أستاذ محمد، يعني إذا علماء الشريعة أقروا بكفر فلان فهم ينطلقون من الكتاب والسنة، يعني بهذه الساحة لا تترك لكل باحث يستهزئ بالآيات وبحديث رسول الله. يعني في هذا الزمن وجد من ينكر حديث رسول الله ويفخر برسول الله ويفخر بالآيات، فعلماء الأمة أظن لا ينطلقون ولا يكفرون إلا ما دلت على الآيات الكريمة والحديث الشريف بتكفيره. فهناك ضوابط عند علماء الشريعة لا ينطلقون هكذا عبث، فالإنسان لا تترك بعد الساحة لكل ما هب ودب، هذا مفكر وهذا شاعر وهذا حجابي وهذا، ويخوض في مسائل الشريعة، ونحن لا نستطيع لرجل الدين أن يتدخل في الطب والهندسة ونجيب للآخرين أن يتدخلوا في أمور الشريعة. لا. تمام. الإنسان تمام يا أبو يوسف، شكرا يا أبو يوسف. شكرا جزيلا. دعنا يعني ناخذ هذا الكلام للدكتور محمد ابو رمان. طيب يعني ما العلماء او هؤلاء العلماء الذين يتحدث عنهم المتصل يا دكتور محمد، يعني من نصدق؟ يعني نسمع فتاوى تاتي من السعوديه تحذر من التكفيريين، وفتاوى اخرى من السعوديه تصف نظام في بلد عربي بالتكفير بالكافر وتحرض على او تحض على الجهاد ضده، فتاوى اخرى، فتوى مثلا للشيخ القرضاوي يصف ما يحدث في مصر بانه محاربه للاسلام وخروج على المسلمين، فيعني هذا التضاد والعشوائيه ما تاثيرها برايك؟ يعني بدون شك هنالك حالة فوضى في داخل الفتاوى الإسلامية، هنالك اختلافات فكرية وسياسية ومرجعيات أيديولوجية متباينة ما بين العلماء المسلمين اتجاه الأحداث، ولذلك من الصعب الحكم بالجملة مرة واحدة على كل هذه الفتاوى التي تصدر باتجاه هذا النظام أو ذلك النظام أو هذه المجموعة أو تلك المجموعة. المسألة مرتبطة بعملية التنوير والإصلاح الديني عموما، ببناء فكر إسلامي داخل المجتمعات والثقافات العربية والإسلامية، يقبل التعددية، يقبل الرأي الآخر، يتجنب التكفير. التكفير إن كان هنالك تكفير فيكون مضبوطا بضوابط يصدرها العلماء والقضاء، لأن هنالك أحكام قضائية تترتب على ذلك. لا أقصد مقاطعتك، بس السؤال يلح علي حتى لا يذهب الوقت، يعني هل 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 يمكن القول أن الفكر التكفيري نتيجة طبيعية للإسلام السياسي كما يرى البعض، أو على الأقل إحدى نتائجه برأيك كخبير في الفكر والحركات الإسلامية؟ لا، هذا الحكم صعب جدا، يعني لا يمكن ان نضع حركات الاسلام السياسي في حزمه واحده، هنالك حركات اسلاميه متقدمه كثيرا فيما تطرحه من افكار وخطاب سياسي، تتحدث عن الديمقراطيه، عن التعدديه، عن تداول السلطه، تتبنى خطابا معتدلا، هنالك حركات مختلفه بين دوله واخرى، وفي الوقت نفسه هنالك حركات تتبنى التكفير. اذا اردنا ان نتحدث عن المدخل الحقيقي للتكفير ولجماعات التكفير والعنف والتطرف، انا في تقديري هي استجابه للحظه التاريخيه في العالم العربي والاسلامي للانسداد الديمقراطي، للانسداد السياسي، للانظمه الدكتاتوريه، هي المسؤوله بدرجه رئيسيه عن انتشار مثل هذه الأفكار أكثر من الحركات الإسلامية. بالعكس، هذه الأنظمة هي التي تحارب الحركات الإصلاحية التي تدعو إلى التنوير وإلى التغيير وإلى الاعتدال الإسلامي. كان معك قبل قليل مثلا الدكتور سلمان العودة. الدكتور سلمان العودة من أبناء التيار الإصلاحي، اتخذ مواقف قوية ومعروفة ضد التطرف وتنظيم القاعدة في السعودية، لكنه عانى من التضييق السياسي، وبالرغم من أنه ينتمي إلى تيار إصلاحي. في المقابل، المؤسسة الدينية الرسمية التي تتبنى الخطاب السياسي والخطاب الديني، هذه المؤسسة تفتقد إلى المصداقية الشعبية، وبالتالي لا تلقى أذنا صاغية لدى هؤلاء الشباب. نحن بحاجة باختصار شديد إلى تقوية التيار الإصلاحي المعتدل، لأنه هو التيار القادر على مقارعة التكفيريين والمتطرفين والجماعات الراديكالية. تمام يا دكتور، شكرا جزيلا لك دكتور محمد أبو رمان، الكاتب المتخصص في شؤون الجماعات الإسلامية.
ومشاهدينا نعود الآن إلى زميلي حازم الخليل يطلعنا على آخر ما ورد من تعليقات على موضوع اليوم. إليك حازم. محمد، من بين المشاركات التي وصلتنا ما كتبه عبد الناصر الهواري الذي يقول: التكفيريون هم المتشددون والمتطرفون في الدين، الدين الإسلامي يحض على اليسر كما أنه انتشر بالموعظة الحسنة والتسامح وليس التشدد. مشاركة من كامل قال فيها: التكفيريون هم من لا يحترمون سيادة البلدان الأخرى، وهذا ما يسمى بالاعتداء على السيادة الوطنية. أخيرا مشاركة من عبود الرشيد قال فيها: من يحذر من التكفير هو من كفر مخالفيه سابقا، لكن حينما اكتوى بنار التكفيريين تبدل رأيه. إليك محمد. شكرا جزيلا لك حازم. وفي ختام هذه الحلقة مشاهدينا، الحوار متواصل على صفحاتنا الإلكترونية، يمكنكم أن تواصلوا المشاركة، لكن هذه الحلقة انتهت، ونعدكم بالتواصل معكم في حوارات أخرى وحلقة جديدة من نقطة حوار. إلى اللقاء وفي أمان الله.